أهلين، مساء الخير، مساء النور. حنا عدنا 3 تاع الصباح، ماشي 3، 2:30. بإذن الله إن شاء الله أنا مسافرين للقاهرة، نركبوا إن شاء الله عاد 3. حجزنا في البيس، نركبوا عاد 3 بربي إن شاء الله. مهم، جيت روحي لبسنا حوايجنا ودوكانا خارجين باش نروحوا، باسكو عندنا خدمة بإذن الله إن شاء الله الصباح. إن شاء الله نقول لكم، نحكي لكم على كلش. خلينا الوليدات راكدين أصلا، غدوة الجمعة مكشلو قراية، تما خلينا الفتره اللي يكونوا فيها غدوه مريحين هكذا باش يكونوا مليح. بس حوايجي كلبست هذا السروال الخفيف شوميز ونروحوا. صباح الخير، صباح النور، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نهار جديد في لوتيل. وصلنا الصباح للقاهره، دوك نحكي لكم علاش جينا وش راح نديروا وكلش. المهم الحمد لله ربي وصلنا. قولوا ركبنا في الليل على 3 وصلنا 8 تاع الصباح. 8 تاع الصباح وصلنا الحمد لله، وخيرنا انه يكون نجيو بالخميس في الليل باش تصبح الجمعه الوليدات ما يقراوش هكذا، باش نكونوا اليز فهمتوا. ماغري يعني معاهم جداتهم وعماتهم ثم مي هكذاك وشويه، حبيت انه نخلي لهم غدوه كيما نقولوا اجازه ما يقراوش باش نلقاو راحتنا ونعرفوا كيفاش نسيروها باذن الله ان شاء الله. المهم حاجه، ما تنساوش تحطوا لي لايك على الفيديو، ابوني القناه اللي ماشي مابونين، مرحبا بكم كامل. جينا لوتيل خاطر ريحو ما نقدروش نكملوا هكذا، ديجا راه ريقد في سبعنو. جينا باذن الله ان شاء الله يا ربي، كيما قلت لكم بعد تفكير يعني ما كناش حابين نحبسوا الخدمه اصلا، فقررنا انه باذن الله ان شاء الله نشري سلعه ونبعثوها مع الشحن باذن الله ان شاء الله. راح يدخلوا موديلات شتويه تاع الشتاء باذن الله. احنا ما رانيش جايه دوكا، قلنا علاش لا ما نبعثوش الشحن، نصور لكم لي موديل وكلش دوك باذن الله. نروح نشوفوا واش كاين، نختاروا لي موديل باذن الله تاع القطيفه تاع الشتاء. نخلي لكم نيميرو تاع واتساب فايبر هذو كامل من بعد نحكي لكم عليهم يعني. اما النيميرو تاع التليفون ما تقدروش تحكموني فيه باسكو لابيس هنا مقفوله، يعني فايبر واتساب. السلعه راح تكون في الجزائر باذن الله، يعني تقدروا تكوموندي وتوصلكم ثم. هذا الفيديو راني ما نحطوش حتى توصل السلعه باذن الله ان شاء الله، باش كي تشوفوا تكون السلعه ثم وصلت خلاص وتخيروا وتوصلكم مع شركه التوصيل. الخدمه وصراحه ولفت انا الخدمه، ولفت الواحد ما كاش قد طموح قد الخدمه. ربي يعيننا ان شاء الله يا ربي. هيا محمود نوض، محمود ماشي يلا نو. كنا قاليو كان عندي فيديو تاع مونتاج، انا جينا هو قد انا درت المونتاج للفيديو اللي عندي باش نهبطو لكم باذن الله ان شاء الله اليوم، فيديو واحد اخر. المهم هو رقد، انا نيني مرقدت، رقدت يعني في البيس الحمد لله. كنت كي نجي نلبس الطابي، كنت كي نجي ما نقدرش نرقد في الترونسبور خلاص، تلمو ما نبيش علاش ما نقدرش نرقد في الترونسبور خلاص. مي دوكا كي وليت نوض بكري مع الاولاد وهكا تما نولي نعيه في الليل نرقد. ركبنا على 3 ديجا فتحت البيسي قعدت هكا نتفرج شويه، الرابعه كنت راقده ما فطنتش حتى وصلنا. يلا ديني لبست الكوت شاي تكون خليو كل يوم تبقى راقد. هما عندهم الاجازه تاعهم بيوم الحد، احنا الجمعه مي هما يفتحوا بالجمعه عادي، تما يوم الحد يقفلوا كلش، ماشي كلش، تلقاو اللي فاتحين وتلقاو اللي قافلين، من الاغلبيه تلقاوهم قافلين. هيا نوض خلينا باش نروحوا. خلصت والله، اها لابسه كل حاجه. خلصت الكلام. بالنسبة للفطور طلبنا فول عادي بالزيت العادي،
وبطاطس بالشطة. هذه شطة صح؟ توابل بطاطس. توابل بطاطس، سلطة حمص، العيش. وانا طلبت عصير، محمود طلب شاي. صحتك. شوفوا هنا الله يبارك ما شاء الله عليكم. نحب هذه الاجواء تاع الصباح بزاف بزاف. هذا نهر النيل البنات. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. نحب نخرج هكا مع الصباح الشمس. شوفوا الشميسه كاش نهار باذن الله نجي وندير لكم دوره هكذا هنا في هذا الجويه هذا. باذن الله ان شاء الله ندير لكم شويه جوله تشوفوا معايا وتحوسوا معايا باذن الله ان شاء الله في مصر. وهنا بسم الله نبداو باول موديل. كنت خيرت لكم هذا الموديل، عجبني بزاف حتى انا شديت منه وحده. هذا تاع الخرجه البنات. شوفوا ما شاء الله بزاف بزاف هايل. مام راه جاي قطيفه، ماشي القطيفه هذيك الثقيله الثقيله اللي تحس روحكم باللي ماكوش من اليس فيها ولا ما. قطيفتها بزاف هايله وقطيفه. جبت لكم من الكاليتي المليحه، يعني كي نوفر لكم موديل راح يكون موديل ما شاء الله مام الكاليتي. يعني ماشي الواحد يخسر دراهمو في الاخر، يخسر دراهمو في حاجه ما تحكمش معاه ولا ما تشدش معاه. هذا ثاني لون معانا، عندي فيه زوج الوان. توصيل 58 ولايه، راني قلت توصيل خاطر بزاف بنات يعاودوا يسقسوني. توصيل 58 ولايه. السلعه راهي موجوده في الجزائر، وصلت الحمد لله. خلي لكم فايبر، واتساب، انستغرام، والباجا تاع الفيسبوك، هذو اللي تقدروا تتواصلوا معايا. نيميرو تاع التليفون ما تقدروش تعيطوا لي لانه مقفول. البنات اللي يقولوا لي قولي لنا هنا ما عندناش يوتيوب، هكذا كي نقول لكم اصلا في اليوتيوب ما تقدروش تكوموندي، ولازم يكون عندكم حاجه نتواصلوا بها باش تخيروا ديروا كابتير على الموديل اللي يعجبكم وترسلوه لي في هذه المواقع اللي بعث لكم. هذا ثاني موديل بالنسبه للقطيفه. قطيفه راهي حره والله غير هايله ما شاء الله. فيه ثلاث الوان، لا كولير الفير هذيك ما شاء الله، فيه من ال حتى للطروا اكس ال. من الموديل الاول تاع الخرجه فيه من ال حتى للطروا اكس ال. هذا مطروز، شوفوا الطرس تاعو ما شاء الله متقون وهايل. القطيفه تاعو ثاني هايله، ماهيش هذيك الثقيله الثقيله الثقيله، قطيفه ما شاء الله هايله بزاف. وفي الحقيقه يعني هذا النوار راه جاي بريء. هذا بالنسبه للون الثالث اللي راه متوفر معنا. شوفوا هذا لاكولير ثاني بزاف هايله، فيه الحزام من اللور، تحبوا تربطوه تحبوا ما تربطوه كيما تحبوا نتوما، مي فيه الحزام من اللور. اللي تحب تكوموندي تتواصل معايا، دير لي كابتير على الموديل ونتفاهم انا وياها. وقلت لكم عندنا التوصيل لجميع الولايات، تحبي للبيرو تاع التوصيل، شركه التوصيل، تحبي حتى الباب الدار، كل واحد وكيفاه. والحمد لله عندي زبائن وراهم بزاف يعرفوني، يعني خدمت راني اكثر من مده تقريبا عامين ولا اكثر، والحمد لله يا ربي. هذا بالنسبه للموديل الثالث. ثاني روحوا الموديل الثالث، وفرت لكم شوفوا هذا الموديل ما شاء الله، فيه ثلاث الوان، فيه نورمالمون ثلاثه. شوفوا بزاف هايل. هذه بالنسبه للنوار جاي هذا ستيل، وفيه حزام دخلاني تربطوه. فيه ثاني بالنسبه للون الازرق، راني لابستها بالخمار وحالتي حاله، يعني هنا ما تبانش مليح، مي حبيت نحط لكم لا فوتو تاعها تاع الصح كيفاش تلبس، ماشي كيما انا راني. شوفوا كيفاش راني فيها ثلاث الوان، في والله اربعه، فيها الازرق، فيها الموف كيما كتشوفوا تاع عرايس تاع عريس تاع اعياد. فيها ثاني هذا لاكولير اللي هو النوار. البنات هذه فيها من ال حتى للكات اكس ال، ولباسه ثاني فيها حزام دخلاني. شوفوا بالنسبه للفير تاعها هنا ملبوسه، شوفوا كي تكون انا شاده تليفون بيدي وهكذا ما تبانش مليح، مي شوفوا في الحقيقه هذه هي كيفاش تجي ملبوسه، يعني ما شاء الله. هذا الستيل بزاف هايل. خيرت لكم ستيل واحد اخر يشبه له هذاك شغل تاع نورمالمون تاع الفلسطينيين، هذا كانوا طلبوه مني بنات بزاف. هذا فيه زوج الوان، فيه الازرق وفيه لون واحد اخر. شوفوا ما شاء الله ثاني هذا كيفاش مخدوم، حاجه متقونه وحاجه هايله، وفي حزام دخلاني تقدروا تربطوه تقدروا ما تربطوهش، كل واحد وكيفاش يبغي هو. هنا بعد ما قصتو قلت لكم انا شوفوا كيفاش راني بالخيمار وكلش ما يبانش، مي هذيك هي كي تلبسوا يعني في الدار ولا من باليش، كل واحد يلبسوا شيميز، لابسه شيميز ومانيش مرتبه حالي. فيه الازرق وفيه الفير، فيه زوج الوان متوفرين. كاليتي تاعو تاع القطيفه ثاني ما شاء الله، شوفوا هايله وتبريي مام الخدمه متقونه وهايله. هذو هما بالنسبه للالوان تاعهم. شوفوا هذا فيه الفير الموف الازرق النوار، والاخر فيه الفير والازرق. هذو صورت لكم الالوان.
كاين ثاني بالنسبه لهذا الموديل ثاني فيه ثلاث الوان، فيه الازرق الفير وفيه ثاني البوردو. هذا ثاني جاي بزاف ستيل، وكنت وفرت لكم المحل نوح اللي بزاف بحثوا لي عليه، قالوا لي بلي يبيع عبايات. المهم وفرت لكم هذاك الموديل. هنا نجيو لهذا الموديلات تاع العباءات تاع الخرجه. عندي شحال من موديل، عندي اول حاجه هذا الموديل البنات تاع الخرجه في 3 بياس، الاول لا غوب العبايه الخمار، هذا دوزيام موديل في 3 كولير وبالخمار تاعهم، هذا جاي فرخ الطاوس كاليتي تاعو بزاف. هذا هذو العباءات تاع دبي البنات، كاليتي هايله وحاجه ستيل. كاين ثاني هذا الموديل اللي هو النوار، فيه الال والاكس ال فقط، اما الاخرين كاين اللي فيهم من الال حتى للكات اكس ال. هذا فيه حزامو جاي بزاف ستيل وكلاس. وكاين ثاني هذا الموديل عندي فيه زوج، شوفوا هو نفس الموديل مي زوج اشكال، فيه اللي فيه الفراشه وفيه اللي فيه الريشه، عندي في النوار فقط. عندي هذا ثاني جوب الحزام، هذو فيهم من الال حتى للكات اكس ال، والكات اكس ال تاعهم لباسه يجي بالخمار، هذو ستيل هايل وحاجه هايله، قماش تاعهم يعني قلت لكم هايل هايل. كاين ثاني هذا فيها الال اكس ال حتى للدوبل اكس ال فقط، هذه اللي كيما اللي جبت لها جوستي، ستيلها ثاني هايل وفيها الطرز بالابيض. شوفوا كاين هذا الموديل ثاني، هذو كامل بالحزام من الداخل، عندي فيه غير هذا اللون فقط ويجي معاه خمار ثاني في النوار. شوفوا كيف يجي البنات ستيل، وشوفوا كيف يجي من ستيل تاعو تاع الرقبه، حاجه هايله بزاف وكاليتي. اما هذا الموديل عندي اللي راني لابستها فقط، الاخرى كملت لي ما عنديش. هذا اللي لابستها هذو قماش، قماشهم ما يفسخ ما يشرب ما يصرالو حتى حاجه تاع القماش. وهذا اخر موديل في القماش اللي كنت نشوف فيه، ستيلو بزاف هايل، وشوفوا كيفاه يجي بلاستيك. عندي وحده كيفها ثاني، انا كمان شدت منهم يعجبوني ويجوب القماشهم هايل، وثاني تغسلي وتلبسي ما يفسدش. وعندي هاد الموديلات اللي شكل على شكل قفطان اللي كيما لبستها انا في الاصفر وريتها لكم المره اللي فاتت. عندي فيها ثلاث الوان ثاني، هذو هما لي كولير اللي موجودين فيها. عباكم من الصباح وحنا نجريو، الحمد لله كملنا كملنا الخدمه الحمد لله يا ربي. كما قلت لكم هذا الفيديو راح يهبط بعد ما السلعه توصل باذن الله ان شاء الله، هكذا تقدروا تكوموندي وتديو، وخليكم فايبر واتساب وكلش. المهم خلينا لك جينا باش نحوسو شوي، راح نشري واحد ديكور خاصني هكا للشومبرا تاعي مادام وصلت باش نكملها باذن الله ان شاء الله. ها جينا هنا للنزهه الجديده، بكم جوعنا من الفطور، الفطور ما عاودنا كلينا حتى حاجه وحنا نجريو. الله يعين ان شاء الله كل واحد ان شاء الله يا ربي. دوك نروحو طول نتعشاو، منها غدا منها عشاء، منها نتغداو منها نتعشاو. هنا كيما قلت لكم رحنا للبلاصه هذه، هذه ديما تقسوني عليها، هنا نروحو للنزهه هذه. المهم فيها حوايج بزاف، شتو دوك تسمهم لي فيديو القصار اللي تفرجوهم، هذوك تاع الصينيين تاع اليابانيين، هذوك اللي عندهم كل حاجه مخترعه هكذا كلش. فنحب هكذا كي نروح القاهره نضرب دوره نشوف واش كاين جديد واش ما كانش. هذو عجبوني بزاف منظمات في الخزانه، يعني يجوا بزاف هايلين خير من هذاك كيما نقولوا هنا يبانوا منظمين اكثر واكثر، فعجبوني هذو. وقلت خلي ندير لكم هكا معايا جوله خفيفه ظريفه، تشوفوا معايا واش كاين واش ما كاينش. شوفوا هذا ثاني عجبني التكاو عليه يتفتح، باسكيت هذا حاجكم تاع لابوبير. وثاني كاين حوايج بزاف، هذا ثاني تاع الدوش تحطوا فيه حوايج يعني ثاني عجبني يجي منظم. قولوا لي انت كلش عجبك مي والله غير كي تشوفوا هكا حوايج غير كلش يعجبكم، سورتو حنا نسا قاعدين في الدار تسمى عندنا اختراع، حنا نسا نحبوا بزاف حوايج الدار. انا وحده من الناس يعني قبل الزواج ما كنتش نحب هاد الحوايج، والله مي الوحده كي دير دار وتولي تحب هكا تسقم دارها دير لها زيد لها حوايج هكذا. هذا الباسكت ثاني يقولوا عليه باسكت هكا عجبني تاع بناتي، تحطوا هكا في الشنابر في الشنابر تاعهم، وكاين بزاف حوايج حاولت على قد ما نقدر هكا نصور لكم شويه باش تشوفوا معايا. شوفوا ماشي زعما انا شريت هذا المنظم، مي بما انه المحتوى تاعي هذا هو فتلقوني نوع لكم شويه البنات، ماشي يعني اذا رحت راني شريت كلش ولا لا لا، نشري الحاجه اللي خصتني. مثلا رحت على جال حاجه، انا هذا المره رحت على جال حاجه زياده جبتها يعني حاجه خصتني جبتها، لكن بما اني صورت لكم هكذا ماشي كامل اللي صورتهم هذوني شريتهم، هذا محتوى تاعي يطلب
عليا اني صور لكم تشوفوا قناتي لي فلوغ روتينات هكذا. فان شاء الله تكونوا تستمتعوا معايا وتشوفوا نخرجكم هكذا شويه تشوفوا الاجواء هنا كيفاش راهي. منا هاد الكيسان ثاني بزاف هايلين تلقايو منهم اشكال وانواع. هذو كانوا ما كانش انا شفتهم في شيء ان مي راهم دخلوهم يعني بكثره وجابوا بزاف لي موديل ملاح. بالنسبه للفيديو تاع الشومبرا الفيديو باذن الله ان شاء الله القادم راح نحطو لكم باذن الله ان شاء الله يا ربي. الفيديو الجاي ان شاء الله نحطو لكم. كنت قلت لكم المره اللي فاتت وصلت مي لازمني نصورها لازمني نطبق حوايجها لانه راكم عارفين الدنيا كيفاش تتخمل والقش لازم نعاود نطبقه وكلش. فمازال باذن الله غير بشوي هذا مكان الفيديو الجاي ان شاء الله نحطو لكم. أنا ما عادي العشاء بشر وشاورما وقريب لازم بعد ما نخلص كل حاجة لازم نتعشى عشاء حلو. رجعنا للوتيل راني ميتة بالعيا. راهي 12 تاع الليل هذا وين كملنا روحنا للدار. شوفوا كملنا يعني قضيتنا حوايجنا كلش سلمنا للشحن وكلش ومن بعد رحنا درنا شويه هاكم شويه مقاطع ومن بعد رحنا كلينا وجينا طول باش راح محمود باش يريزرفي لانه قلت له نروحوا ما ريزرفينا يعني شومبرا وما نشح نريحوا فيها غير كيما جينا الصباح. هذا ما كان حاطين حوايجنا محمود رقد شويه ودوكا جينا ثاني حاطين حوايجنا وراح يريزرفي. قلت له ريزرفي باش نوصلوا الصباح ان شاء الله يا ربي. كي نوصلوا الصباح باذن الله ان شاء الله تما يكون نوصلوا الصباح بكري القاعه الوحده قولوا الخمسة ولا ستة هكذاك نوصلوا ام ونريح شويه ونوض نشوف خاطر بعد غدوه ان شاء الله القرايه تما مع جورين لها بها وكلش ونقريها عندها واجبات ثاني لازم نحلهم معاها وكلش. هو قال لي كيما تحبي نريحو حتى للصباح نركبو على 11 ولا نروحو دوكا. قلت له لا نروحو خير معنا ما نديرو تعبه انك تروحي تجي في نفس النهار ست سوايع وتزيدي تروحي في نفس النهار تعبه كبيره. مي الحمد لله اهم حاجه انه الواحد يخدم على روحو يكون عنده طموح اكثر تكون عنده حب للخدمه للعمل اللي يدير فيه هو فهمتوا. فماشي مهم التعب من بعد كلش يتنسى.